السلام عليكم، حياكم الله. النمل وما أدراك ما النمل. هناك سورة في القرآن الكريم اسمها النمل، سورة النمل. ادخلوا بيوتكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون. إذن سأتتبع سير هذا النمل، إلى أين هو ذائب؟ ماذا يأخذ في فمه؟ واو، سنرى. ما هذا؟ يظهر أنه فتات خبز. هنا يظهر أنه فتات خبز أيضا. سأتتبع، ألا يكون هذا خبزي؟ النمل يحب العمل، لا يهدأ له بالا حتى في الليل، ويعمل أيضا، يعمل ليلا ونهارا. إنه يكره الكسل والخمول. سأتتبعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه خبزي ولا غير الخبز تاعي. ياه، إذا طلعوا ريحة الفقوسة. ياه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاني فاني ما كنتش تخدم. النمل يخدم، يتعب، يقفز باش يعيش في الشتاء. هاني يا احنا ما نخدموش، شعب كسول ولا غير كلاو لي الخبز. يا الهي، يا الهي، يا الهي، يا خالقي ومعبودي، بصحة، والله بصحة، والله اني مسامح. يا على كل، حتى انا ايضا عمرت هذه، وضعت هذه، إنه الدبال، الغبار، الغبار، ياه، ندير البحيرة تاعي، المزرعة تاعي، نغرس، حتى أنا نولي نخدم، ياه، كيفاش، نقعدو هكا، حتى أنا نولي نخدم. إذن تحياتي لكم. بارك الله فيكم بجانب المعبد اليهودي. السلام عليكم ورحمة الله. تحيات أخكم جيجل. إذا ما أعجبكم الموضوع شاركونا فيه. لايكاتكم استمرار ودعم لنا.